عشق الوطن صح. فوق فوق هام السحب وين كنتي ذرة؟ فوق فوق هام السحب فوق فوق هام السحب وين كنتي ذرة؟ فوق فوق هام السحب. هلا بالعيال. هلا خبيص. هلا أعزائي العيال، أبناء هذا الوطن المعطاء، كما تعلمون أن يوم غد هو اليوم الأول من الميزان، هو يوم الوطن، اليوم الوطني السعودي. وإنه ليسعدني ويشرفني بأنني كشاب متحمس ومخلص طموح ومثابر أن نعبر كلنا عن حبنا وشغفنا وولائنا لوطننا الحبيب. طيب عيال، جاهزين؟ جاهزين. جاهزين نعبر عن حب الوطن؟ جاهزين. جاهزين نحقق الطموحات ونصنع الإنجازات ونقدم التضحيات؟ جاهزين. بكرة موعدنا. تم. طيب يا شباب، حنا بنبدأ منا، نجهز أغراضنا وننطلق من هذا الشارع عشان نتفادى الزحمة. ندخل يسار، إذا دخلنا يسار حجيك أول لفة يمين، لا ثاني لفة ادخل منها يمين. لا تدقدقون بواري بحكم ان احنا مؤدبين وما نحب الازعاج. لو وصلنا لهذه النقطة نرفع الاعلام. جاهزين؟ جاهزين. يا قلبي يا خبيص، لو ادري الاخضر يعجبك كان صبغت لك. هاي النشمي، كيف الاوضاع عندك؟ مدرك كل شيء؟ الله 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 يا منتخبنا تررم، إن شاء الله تحقق أملنا تررم. هاي هاي، ترى اليوم اليوم الوطني مو بالمنتخب. أبو حريص، ما بعساس اليوم نتعشى في بيت أبو فؤاد؟ أي والله، بس اعتذرت منه يم حريص. هو ليش؟ البزارين الذونة والشوارع زحمة، شوفوا شو مسوين بهاليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، عندي اجتماع مهم وطلعت هالزحمة. والله ما ظنيت نلحق على الرحلة، الله يستر. بس هاي سنابرز، اليوم بنقول لكم مباشرة مشاهد الاحتفال باليوم الوطني الحبيب. بلادي هاو، هذا مو كان خبيص؟ اي والله، فشلنا هذا الخبيص، لكن هين انا وريه. وهكذا أعزائي السنابرز نحيي اليوم الوطني بالضحكات والاحتفالات والإنجازات والتضحيات. جنب يا راعي الكامري، جنب، وهات الرخصة والاستمارة. خبيص يا خبيص، ورطنا، الله يستر. بس عليك ثلاث مخالفات. الله، ثلاث مخالفات؟ عرقلة الحركة، وإجراء تعديل على هيكل المركب، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. يا حضرة الرقيب، يا حضرة الرقيب، اليوم اليوم الوطني وحنا مبسوطين ومستانسين ونعبر عن حب الوطن. اللي يحب الوطن ما يؤذي أبناء الوطن، واللي يرحم والدي خلى حزاب. خبيص. هلا هلا عم بحريص. ما شاء الله، الحس الوطن مقطع بعضه. طبعا عم بحريص، هذا واجبنا، واجب جميع ابناء الوطن، بان نضحي من اجله ونعبر عن عشقنا له. اي هي، شفنا التضحيات على السناب. ها، من جد عم بحريص؟ اي من جد. تابعت انجازاتنا؟ تابعت. تابعت تضحياتنا؟ اي. تابعت عشقنا للوطن؟ اي، انجازات وتضحيات الا في شيله انت وجهك. ها، شوفوا كيف عطلتوا خلق الله. يا الله، عندي اجتماع مهم وطلعت هالزحمة. والله ما ظنيت نلحق على الرحلة، الله يستر. بس اللي يعشق الوطن فعلا يعمل لمصلحته ويضحي عشانه كل يوم، مو بس في اليوم الوطني يا خبيص. شوفوا يا شباب، لازم نصلح تخابيصنا حق اليوم ونعبر عن عشقنا للوطن صح. عن نفسي من اليوم بحترم النظام وما بطامر فوق الرصيف ولا عدت اقفل على الناس او اخذ موقفين. ممتاز، ولا تصادر مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، فهمت؟ وانا بنظف كل جدران الحارة اللي شخبطوها العيال. هي، ولا تنسى الجدار اللي انشخبطه بعد. ابشر ابشر. طيب، اما انا فرح اعتبر نفسي رجل امن، وببلغ على كل مخالفين الانظمة، وبستلم المستهترين بتطبيق كلنا امن.
ممتاز، وأهم شيء تبدأ بنفسك وما تستهتر بالقوانين. أما أنا راح أشجع متابعينا علشان يشاركونا ويورونا عشق الوطن صح. ها وش رأيكم يا متابعينا؟ مين قال لنا؟ كل واحد يعطينا أفكاره ويسجل مقاطع ويحطها في الكومنتات تحت أو في الهاشتاج، وخلونا نوري الدنيا كلها كيف نعشق الوطن صح.